شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. شوط أول قوي ومميز للأهلي، وزيد ينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1. افتتح للنادي الأهلي التسجيل في الدقيقة 22 يوسف سيد عبد الحفيظ عن طريق كرة طولية، يخطئ حارس مرمى زيد التقدير، ليتقدم النادي الأهلي في الدقيقة 22 عن طريق يوسف سيد عبد الحفيظ. يتعادل نادي زد في الدقيقة 43 عن طريق يوسف محمد، صناعة الخطير عمر خضر، لتصبح النتيجة في الشوط الأول 1-1. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. أهلا بحضراتكم من جديد، بجد التحية بضيوف الكرام كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. كابتن حشيش، نادي الاهلي البدايه ما كانتش قويه، قدر يتدارك البدايه في الدقيقه 22 يحرز هدف ويرجع نادي زد يتعادل في الدقيقه 43. مجريات الشوط الاول شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ بدايه المباراه غير المتوقعه، يعني احنا كنا متوقعين وكنا بنطلب من النادي الاهلي ان يعمل ضغط على فرقه زد من البدايه، واستغل طبعا بيلعب على ارضه ويدي طبعا انذار مبكر، لان العكس بصراحه. اول ثلث ساعه ضغط جامد من لعيبه نادي زد من قدام خالص، ضغط عالي مع استحواذ كامل في نص الملعب. كره ثانيه كمان كانت بتاعتهم في الالتحامات، وكره ثانيه على طول. نص الملعب بتاع زد عامل شغل كويس قوي على عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا بدايه ضعيفه، كل اعتماده كان على الكره الطويله في المساحات، بعكس نادي زد بيلعب نص الملعب وبيطلع بكره من تحت، وبعدين حاطط الاثنين بتوع على الجناب الطرفين اللي هو عمر خضر ويوسف محمد، ومعاهم كمان الولد اللي اسمه عمر ياسر، كمان لعيب كويس قوي. الثلاثه دول عملوا دربكه نص الملعب. نص الملعب بالنسبه لنا احنا مفيش ترابط ومفيش قرب من خط الفرود. الفروده بتاعتنا متعلقه قدام نص الملعب، مايل للدفاع. عندك يوسف عبد الحفيظ طبعا عامل ماتش كويس وشوط اولاني كويس، بس مايل للناحيه الدفاعيه. مفيش تكمله من لعيبه نص الملعب مع الفراوده عندنا، بتلعب الاطراف مش واضحه عندنا. الناس كلها بتدخل على العمق، لازم مع فرقه زي دي تلعب على الاطراف وتفتح الملعب شويه، ولازم يبقى في تكمله من نص الملعب. مفيش حد في نص الملعب بيكمل لغاية قدام، باستثناء مثلا ممكن يعني عبد الرحمن فارس هو اللي بيكمل شوية، إنما كان لازم يبقى فيه ترابط أكتر من كده. كمان الرقابة من ناحية المدافعين عندنا في يعني مش موجودة شوية، وبالذات يعني الحتة اللي قبل ال 18 في ناس بتستلم، زي مثلا يوسف محمد رقم 20 ده بينزل وبيستلم الكورة وبيقدر يمشي عمر خضر، وبيلعبوا على الأطراف زي ما بقول لك، فاتحين أول ملعب وفاتحين معاهم الديفنس بتاعنا. التغطية من العمق كانت عاملة مشاكل يعني. دكتور ثابت، هدف في الدقيقة 22 للنادي الأهلي، رغم ما كنتش أنت الأفضل لكن قدرت تحرز هدف في توقيت مناسب جدا وترجع للمباراة وتاخد ثقة. هدف حلو عن طريق يوسف سيد عبد الحفيظ، ابتدى 6 لكن بعد كده لعب 8 وقدر من خلال العمق ونقطه الضعف في دفاع زد الاثنين المساكين قدر يخترق في الحته دي ويسجل اول اهداف النادي الاهلي. شوط اول تكتيكي من الاثنين المدربين الفنيين بشكل قوي جدا. يمكن زد بدا بضغط عالي كبير جدا على النادي الاهلي، ضغط منظم كانوا هيسجلوا في الدقيقه 18، لكن يوسف سعد عبد الحفيظ اللي هو واحد من نجوم الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي قدر ان هو يشيلها من الضربه الركنيه كانت في الدقيقه 18. بعد كده قدر يوسف يسجل من هجمه مرتده للنادي الاهلي. انا شايف ان طريقه تسجيل النادي الاهلي نفس طريقه زد، يعني الاثنين سجلوا من هجمات مرتده بتمريره طوليه في عمق الدفاع. يعني يعتبر نفس الستايل، هجمه مرتده كده حاولوا الاثنين يلدغوا او يخطفوا. لكن لو اتكلمنا على الفرقتين، انا شايف ان النادي الاهلي عنده مشكله، مفيش صانع العاب في الفرقه. تحس ان الثلاثه اللي في وسط الملعب، توظيف النهارده احمد خالد كباكه في مركز 6 محجمه، تمحجمه بادوار دفاعيه اكتر، مش كباكه اللي احنا عارفينه. ليه؟ لانه ما بيلعبش 8، او النادي الاهلي
تحس ان هو حته صناعه اللعب دي مفتقدها قوي. الكره الوحيده اللي هي بيلعب صانع لعب يوسف عفيفي ويوسف عفيفي بيلعب على الخط وده انا شايف ان هو لا لازم يدخل لجوه. يعني يوسف عفيفي لازم يبقى صانع العاب، يا اما ممكن تنزل واحد زي عمرو خالد بيبو لازم يكون له دور. انا شايف ان عمرو خالد بيبو لو نزل هو عنده حته السرعات وهيعمل لك جبهه في الحته دي. فالاهلي او النادي الاهلي مفتقد صناعه اللعب في الشوط الاول. نادي زد بصراحه عنده كميه مواهب في الملعب كويسه جدا. بص هنا الضغط، وقف يا استاذ محمد، وقف، بص ارجع 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 لبدايه الهجمه دي يا دكرور، وقف هنا، مين اللي نازل يستلم ده؟ ارجع ثواني بس، اللي نازل يستلم كباكا. النهارده كباكا بيلعب سته ما بيلعبش ثمانيه، اهو احمد خالد كباكا هو اللي بيستلم، فانت محجمه بادوار دفاعيه. بص كام لعيب من زد بيضغط على لعيبه النادي الاهلي، رقم تسعه والمهاجم، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه عاملين ضغط عالي. فانت عمليه تنظيم الهجمه او الخروج تحضير الهجمه بيحاول ان هو يخرج من خلال كباكا اللي هو بينزل يعمل نوعا ما تحضير للهجمه. تعال بقى التدرج بالكوره، مفيش، دي مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول، مفيش تدرج بالكوره، مفيش صانع الالعاب. يعني انت حضرت الهجمه اهو بشكل كويس، لكن التدرج عايز اطلع على مين؟ عايز اطلع على مين؟ لا عندي راس حربه بينزل الدور اللي كان بيعمله محمد رأفت، ينزل اهو، نزل اهو، ما لعبهالوش، ومفيش صانع العاب. فارس خالد احسن واحد بيتدرج بالكره في وسط الملعب زي ما احنا شايفين قدامنا، هو الوحيد في وسط الملعب اللي بيتدرج، اللي بيكمل فانت محتاج واحد معاه تنزله عشان تتدرج بالكره بشكل كويس. محمد عبد الله احسن لعيب في الشوط الاول مع يوسف سيد عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ ممتاز، انقذ هدف وسجل هدف، عمل شوط كويس قوي. محمد عبد الله عنده شخصيه، عنده شخصيه النادي الاهلي، تحس ان هو بيجي حتى الكره اللي شاطها. بص هنا الجون، ارجع للجون بقى، دي نقطه ضعف زد اللي احنا ما استغلناش غير في كره واحده بس. بص قطع هنا من غير كره يوسف سيد الحفيظ، رغم ان هو هنا بيلعب كام؟ 8. فارس خالد عاملها له بالمقاس. هنا نقطه ضعف زد التمرير الطولي في ظهر الدفاع، دفاعهم انا شايفه ضعيف، التقدير غير جيد من حارس المرمى. هم فرقه على المستوى الهجومي قويه جدا. وفي القبل يا اسامه، قبل حارس المرمى هي طبت من المساكين، وده ما ينفعش ان الكره كده تتساب تنط في ال 18. اللي انا عايز اقوله كمان في الحته الدفاعيه عندنا، كان فيه اهتمام من جانب النادي الاهلي بعمر خضر وناسين الطرف الثاني خالص. طيب عايزين نشوف والكابتن حشيش بيتكلم، ده مخرجنا دكرور يجيب لنا الهدف في الدقيقه 43 هدف زد، علشان برضو الكابتن حشيش يشرح لنا التمركز كان ازاي والاخطاء الدفاعيه فين، علشان الشوط ده بدايه الهدف بتاع زد يا كابتن حشيش. كره طبعا طويله، التغطيه العكسيه هنا فيه. ما ينفعش تتساب كده طبعا، واخد بالك ازاي؟ كان ممكن فاول تكتيكي من الاول خالص من على الجنب. التغطيه العكسيه متاخره جدا جدا. طيب واخد بالك، بص كره طويله طبعا، ثانيه هنا 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 في وقف ثانيه واحده، وقف ثانيه. فارس خالد واضح عليه ان هو تعب بدنيا، اللي يعمل كده رقم 8 اتضرب خلاص. ويوسف سيد عبد الحفيظ اهو اللي هو بيلعب 8 الناحيه الثانيه، وكباكا واقف. ما ينفعش من هجمه مرتده يجي فيك جون بالشكل ده، اتلعب التمريره طوليه. كمل، فين الباك ليفت هنا محمود لبيب بقى؟ ما انا بحاول ادور عليه في الصوره اهو. بص كمل، افتح كمل معانا الهجمه، كملوا معانا الهجمه يا شباب. طبعا احنا اصلا بنلعب بعبد الله بستانجي ناحيه اليمين عشان يقفل على عمر خضر، فتلعبت بستانجي مش موجود الباك رايت، ضم عليه احمد عبدين. معانا الهجمه، بص بستانجي مش موجود اصلا، يعني فين بستانجي؟ انا بلعب النهارده ببستانجي باك رايت. عندك الاثنين المساكين هنا، التمركز صح يا كابتن حشيش؟ الوضع الدفاعي كده غلط عبدين طبعا. عبدين هناك طبعا. وهنا بص الراجل 20 ده، الراجل ده 20 ده رايح في شارع، شارع لوحده خالص يعني. طبعا 14 فوزي مش قادر يروح ومش قادر يستنى على الراجل الفاضي ده. ده بص 2 على 2 ولسه الناس ما جاتش. طبعا غلط دفاعي. طب يعني هناك كان ممكن احمد عبدين يعمل فاول تكتيكي، كان ممكن فاول تكتيكي لما يبقى في سرعات وانا مش قادر، لازم اعمل فاول تكتيكي لازم، حتى لو خدت انذار فيها على جنب. خلينا برضه ندي حق زد في الجون ده، عمر خضر طبعا هي تمريره طوليه ممتازه، عمر خضر جدا ده اللعيب اللي رايح استون فيلا، اللي هو عشان الناس تبقى عارفاه اللي هو جات له الكوره، اللي هو راح واحد اللي هو رايح على الكوره ده عمر خضر. هنا لازم الارتداد السريع برضه من محمود لبيب، الباك ليفت لازم التغطيه العكسيه، الباك ليفت مش موجود اصلا في اللعبه. يعني انت ده هو هيجي بعد ما يستلم الكوره في منطقه الجزاء، انت فين؟ الارتداد بتاعك واضح التعب على لعيبه النادي الاهلي في نهايه الشوط الاول. بص لسه راجع دلوقتي، مفيش، ما خلاص. رقم 20 رقص عنده فعاليه على فكره، في ستايل من حسين ياسر المحمدي او بركات اللي هو الجناح اليمين بتاعهم رقم 20 ده، عنده سرعات يوسف في اللي هو يوسف محمد. عمر ياسر رقم 10 كمان في وسط الملعب، لعيب مميز جدا، احسن لعيب في نادي زد رقم 10 صانع العاب عمر ياسر، هايل هايل هايل، يعني لعيب كويس قوي. عنده كنترول كويس قوي على الكوره، الكوره لما بتجيله بيبقى بينزل بيتساب لوحده. طيب. لو في اكتر من 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 كوره بينزل قدام ال 18 يستلم الكوره. كابتن حشيش عشان وقتنا واللعيبه نزلت،
مين ممكن من البدلاء يستعين بيهم الكابتن علي عبد؟ انت الاقرب من لعيب النادي الاهلي. انت لازم نص الملعب يتظبط شويه. يعني لازم نص الملعب يكمل، يبقى في ناس مكمله مع الناس خط الفرود، لازم يبقى في صانع العاب. لازم يبقى في صانع العاب موجود. الحته الدفاعيه زي ما بقول لك كله مركز على عمر خضر. لازم الناحيه تحت اللي هي ناحيه يوسف محمد بن زيد يبقى فيها دكتور ثابت سريعا. مين ممكن يستعين؟ انا شايف ممكن يوسف جمال ينزل كباك رايت ويدخل عبد الله بستانجي مساك. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه عمرو خالد بيبو، لعيب عنده سرعات يعمل لك اضافه قدام. عمرو خالد بيبو اللي هو الجناح الشمال ممكن ينزل لو دخلت يوسف عفيف في وسط الملعب العمق او خرجته. يبقى عمرو خالد بيبو يديك حل. يوسف جمال ينزل باك رايت وعبد الله بستانجي يخش مساك مكان واحد من المساكين. تمام. مين تاني؟ عمرو خالد بيبو يكون له دور سواء مكان يوسف عفيفي او مكان واحد من الثلاثه الارتكاز. سواء بقى فارس خالد لو تعب مثلا ممكن انزله او يوسف سعد عبد الحفيظ. يبقى مثلا عندك حد يعني عمرو خالد بيبو يقدر يعمل لك الزياده وتحولها 4-2-3-1 ويخش عفيفي صانع العاب. وخصوصا ان انت مش قادر تستحوذ على الكره في نص الملعب، وواضح ان انت بتلعب على المساحات الفاضيه. في المساحات الفاضيه عمرو خالد بيبو كابتن محمد ده الدور اللي اللي هو بيعتمد عليه بتاع عبد الله بستانجي. ارجع ليها للعبه من اولها هتلاقي هو لعبنا في الحته دي في الشوط الاول كان حلو قوي في البدايه. ان بستانجي كان مقفل الجبهه. بص لكن يعني بص عبد الله بستانجي رايح على عمر خضر بيقفل عليه، لكن انا شايف ان احنا بصراحه انت لا استغليت الجبهه هجوميا ولا دفعت. ما انت دفعت بشكل كويس لكن جا فيك الجون برده من نفس اللعبه. أنا عايز نفس أقول الجبهه برده احمد، وما زلت مصر كل الحته الدفاعيه عندنا مركزه على عمر ناحيه خضر. الشمال في زيد، ناحيه اليمين اتلعب منها اكتر من كره خطر والمساحات فاضيه جدا، مساحات كبيره جدا جدا ناحيه الباك ليفت عندنا. فلازم يبقى في دعم في نص من نص الملعب ناحيه الشمال عندنا باين قوي. انت عندك ايه مطروح عندك احمد وحيد، واحد برضو من العناصر الاساسيه فريق 2005. لو حبيت ان انت تنزل سته لاعب رقم سته ممكن يبقى ليه دور، ليه يعني مكان في الشوط الثاني ممكن يبقى ليه دور لو كمان نزلت يعني حولت كباقه بقى لثمانيه في وسط الملعب. طيب نتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني. نروح بقى لملاعب الناشئين في مدينه نصر ونشوف حضراتكم بعد نهايه اللقاء باذن الله.